اهلا وسهلا فيكم من جديد بقهوة العيد. يعني تقريبا احنا صرنا باخر نصف ساعة من هذا البرنامج اللي احنا طالعين فيه استثنائيا بمناسبة عيد الاضحى. يعني شفنا هيك التعليقات كانت رائعة جدا ونتمنى نقرأ كمان وكمان، بس بدنا نحكي عن قصة الكعك والمعمول. اول شيء خلينا نتشكر نتشكر مي عايش على هالمعمولات. يعني عملت لنا معمول كعك بشهي صراحه، عملت لنا اياه بزيت الزيتون. انا صراحه ما ذقت اسكى منه. عملتكم الصراحه، كيف عجبك كعككم؟ هي امبارح كانت ضيفه معنا. انا بالعاده بس اكل اول حبه معمول بنسد نفسي، بس عن جد مش ذاكي والله. صح، بس مش مع اول معلاق بنسد نفسي. لا خمسه سته لا جد صراحه يعني مش لاقي شيء. بس شوفي كيف التنقيش ناعمه، لانه كنت انا بعرف انقش، انا عارفه شوف التنقيش الناعمه، الحبه، الكعك كمان، شوفي الطحين. بتحب الطحين ولا سمين؟ مين اللي ما بيوجع البطن؟ انا كله اكلته، فهمت؟ بطلت اعرف شو اللي بيوجع البطن. بالذاكي لا صراحه شابو. يعني طيب كنا بنحكي عن المعمول، خلينا نحكي عن اصول هالمعمول، من وين كان، كيف الناس يعني بسرعه صارت هيك بالعيد لازم من طقوس العيد المعمول. شو رايك نحكي كاتي؟ يلا. مين بيعرف تاريخ كعك العيد وقصته وكيف انتشر وصار طقس مهم من طقوس الاعياد والافراح؟ يعود الكعك المعاصر الى الدوله الطولونيه، فكانت تصنع في قوالب منقوشه عليها عباره كل واشكر. عن جد يعني اليوم بشهي. ولكن الكعك من أصل مصري قديم. وجد علماء الآثار طريقة وصور الكعك منقوشة على جدران المعابد في الأقصر وفي القبر في هرم خوفو في الجيزة. آمن المصريون القديمون أن الكعك لديه هدف ديني، وكذلك كان مختوم على الكعك في هذه العصر رمز الإله رع. وكان تكملي يلا. وكان الوزير أبو بمر المارديلي مهتما بصناعة الكعك في العيد، فكان يحشوه بالذهب. وفي العصر الفاطمي كان الخليفة الفاطمي يخصص 20,000 دينار لصناعة كعك العيد، فكانت بداية صناعته في شهر رجب إلى العيد. وتنوعت أشكال الكعك في العصور القديمة بين المستدير والمخروطي والمستطيل، وكان أشهرها شكل قرص الشمس، حتى سمي الكعك بالقرص اللي هو هذا. وتطورت صناعة الكعك وأصبحت إحدى سمات أفراح القدماء المصريين وأعيادهم، حتى جاءت العصور الإسلامية فأصبح كعك العيد العلامة المميزة للأعياد. وجاءت الدولة العثمانية ب 1261 ميلادي فاهتمت بصناعة الكعك وتوزيعه على التكيات والفقراء ورجال الدين والمتصوفين، واستمرت عادة صناعة الكعك العيد من أهم مظاهر هذا الأعياد، وتحديدا عيد الفطر المبارك حتى الآن. ترى مش كل الناس تعمل، احنا عندنا يعني مش كل الناس بتعمل الكعك بعيد الاضحى، لانه بيعتبروا دائما عيد الاضحى اللي هو عيد الذبايح وعيد يعني الاكل، اما احنا بالعاده بيسووا الكعك بعيد الفطر. يعني ما بتلاقي الكل بيعمل الكعك بعيد الاضحى. شوفي انا من الاشخاص اللي بحب الكعك والمعمول بالعيد، يعني انا بحس انه العيد اجى بدك كعك ومعمول بغض النظر هل هو عيد فطر، عيد اضحى، عيد الميلاد، عيد انا بقول لك شو الفصح، انا بحس الكعك للعيد. فيعني هلا بتعرفي بحطوا كوكيز، بحطوا الخرفان، بحطوا مثلا النجوم، مرات بحطوا الكعبه المشرفه، يعني تختلف، ولكن لازم يكون الكعك. هلا في ناس بتقول لك لا، ما هو احنا تغيرت ونزلنا اشياء جديده ولازم نغير وهيك، ولكن انا من الاشخاص اللي بحب هذا الامر تحديدا. وبنشوف حتى قديش من السيدات فتحوا بزنس او مشروع صغير لهم من خلال القيام بالكعك والمعمول. تحديدا امبارح كانت معنا مي لتعمل هذا الموضوع. خلينا نشوف كمان تعليقاتكم على اللايف تحديدا. يلا. منعايد على كل الأشخاص اللي عم بيكونوا معنا هلا حاليا. عدنان جوردن بحكي لك بتنصح، هي والله بتنصح بس بزيت الزيتون والله، يعني
جيد. وفاء لحلم بيضين، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الصحه والسلامه من قلب الكرك. تحيتنا لاهلي بالكرك، عن جد لكل اهلي اهلي لكل اهلي وقرايبي وحبايبي اللي في الكرك. تمام. وامل برضه بتحكي لنا كل عام وحضرتك بخير وصحه وسعاده، وحضرتك انت واهلك واحبائك. مهيار ريالات، كل عام وانتم بخير وصباح الخير. وعلى كاثي وسجود من شباب ابو ظبي، وكل تحيه لاخواني وعزوتي بابو ظبي من الشباب المتغربين. احنا ما بننسى ولا اي شاب او صبيه حتى متغربه برا البلد وبكونوا حالهم، فاحنا بنعتبر حالنا عزوتكم وسندكم زي ما انتم، احنا بنعتبركم كمان سند وعزوه واخوان واخوات لنا. ابو همام برضه بيصبح علينا وبيسيد على سيدنا والوطن. رجاء بتسلم، يسعد صباحك كاتي وصباحك حبيبه قلبي. واحمد كل عام والكل بخير وانت بخير. وهاشم المجالي بيصبح علينا وبيحكي لك صباح الخير، وراح تبعث لنا الصوره، راح يبعث لي معك كعك ومعول تخلي لي ان شاء الله. تمام. وبرضه كمان ابو همام بيصبح علينا، ودينا عربيات صباح الورد. وايضا ليث الزبن صباح الخير، لازم كان نسقته مع هو، احنا بننسق حلقه وبنجيب تبع تنسيق الحلقه الماضيه، فبالكعك كل معمول. وايضا ساره مبيضين بتعيد على امها نجلاء مبيضين الغاليه، فكل عام كل عام وانت بخير لك ولوالدتك. كل عام وهي بالف خير يا رب. تمام. طيب خلينا ننتقل لامريكا، يعني الحمد لله الحمد لله ما نسينا حدا. مين سعاد؟ البارون عم بيشوفنا لايف، كل عام وانت بألف خير.